شو أخبارك مرتي الغالية؟ إن شاء الله مبسوطة؟ كنتي ورح تضلي خدامة بالبيت، شغلتها تطبخ وتنفخ وتنظف من تمساكي. أنا متأكد أنك هلأ عم تغلي الحليب وتعملي جبنة وعم تحوصي بالمطبخ مثل عادتك. بنتي أنت شو عم تعملي؟ ستي عم بعمل جبنة. عم تعملي جبنة شغل بيت؟ أول شي هيك أطيب، وتاني شي أوفر. مرة جاهلة، انت بشو بتفهمي غير بشغل البيت؟ والله معك حق يا بنتي، الجبنه اللي بتنعمل بالبيت بتبقى اطيب ونكهتها غير. من زمان كتير ما اكلت جبنه شغل بيت. برافو عليكي. كانت متعوده تعمل الاكل وتاكله لحالها، كانت عايشه من خيري، انا طعميتها. وهلا شو عم تعملي؟ جاتو غير شكل كرمال مولي، مو هيك؟ بتكوني مبسوطه لأنه عم تبرزي مواهبك. تعملي جاتو بساعة واحدة وبتزينيه بساعتين، تضيع وقت على الفاضي. وبعدين بتقدمي الجاتو بطبق فخم ومرتب. وبتتصفني فيه ساعة، وبعدين بتاخدي نفس عميق وبتنبسطي بإنجازك الكبير والعظيم. ومولي رح يطير عقله. وهون بتنعجبي بحالك أكتر وأكتر على هالاختراع. أمنيتي هلأ أنه يعجبك هالجاتو يا مولي. أنت من كل عقلك عم تحضري حالك لتحتفلي؟ ليش ما بتعرفي أنه رح يقلب فرحك لعزا؟ مرتي الغالية، كتير رح انبسط لما يخرب هالسلام العائلي اللي عايشتيه، تنفضحي قدام الكل. يلا عن حظي شو بشع، يا ريت لو فيني يكون بوقتها. حبيبي، مو كأنه ضغطنا على نانديني بالشغل بهالفترة؟ برأيك هي كيف رح تلحق؟ طيب يا ترى كيف رح يطلع مع الديكور؟ ما بظن رح يطلع حلو. انتي بس اهدي وما تتوتري ابدا. ليش متشائمة هيك؟ ما بعرف، انا برايي كل شيء رح يكون منيح. بعدين نحن معها هون وما رح نتركها لحالها، اكيد رح نساعدها. انتي ما تاكلي هم شيء، روقي. ماما جهزتوا كل شيء؟ كل شيء؟ ما جهزت شيء. هذا اللي كنت خايفة منه. طيب خلص تعالي هلا فوتي. قلت لك من الاول. شو رأيكم هلأ؟ بياخد العقل كونال؟ هلأ هاد بيتنا؟ شوف ما أحلاها طاولة الأكل. بتذكر إنه هذا بيتنا، بس على هذا الوضع مستحيل أقدر أعرفه. طلعي هنيك مولي، عجبك البيت؟ ناندو، البيت طالع بياخد العقل. طالع مثل كأنه شي مصمم ديكور إجا وساواه صدقيني. لا، ومصمم عالمي كمان. لك شو مصمم ما مصمم، هالمسكينة عملت كل شي لحالها. أنا متأكدة إنه ظهرها رح يوجعها اليوم. ما كان في داعي تعذبي حالك. لا أمبلا فيه، لأنه هي حفلتك وهذا اليوم مهم، وأنا بدي إياه يكون مميز. يسلموا. شو هاد كله؟ لك شو هالحلاوة كلياتها؟ رح تغطي على أناقتي هيك؟ بس يلا أنت بيطلع لك. أنا في عندي طلب واحد بصراحة، بظن أنه مع هذا الفستان رح يطلع شعرك أحلى من هيك. إذا بترفعي كله رح يطلع وشك أحلى. شو أرفعه؟ بده على القليلة ساعة لحتى يزبط. ما بدي. شبكي مولي، يعني أنت ما بتوثقي فيني؟ هذا الفستان أكيد بده شعر مرفوع. عن جد؟ دكتور كونال، من أيمت صرت تفهم بهالقصص؟ سر المهنة، بعمل حالي ماني منتبه، بس بكون عم راقب على السكت. أزعل. هلأ قوليلي، رح تعملي هاي التصريحة ولا شو؟ يا ربي، بعمله قرن؟ لا. طيب شوف،
يا قرن يا مفرود، بس اني ارفعه كله صعب. تصطفلي نانديني. شو رأيك كيف طالعة؟ تاخدي العقل يا روحي، بس إذا ترفعي شعرك بيلبق أكتر مع الفستان. يا سلام، حتى أنتي كمان. خلص كونال بلغ العظام. سمعتي بإذنك، هذا رأي رفيتك كمان. شو القصة؟ أنا غلطت بشي؟ غلطتي؟ لك أنتي صح الصح. نانديني أنا طلبت من مولي مثلك إنه تعمل هذا الموديل بشعرها، بس ما عجب رأيي أبداً، وهلأ لأنك حكيتي رح تسمع منك، لأنكم بنات ورفقات. أنتوا الاثنين بتضلوا تفكروا بنفس الطريقة وبتحبوا نفس الشغلات كمان، أنا العين المقلوعة. المهم رح ترفعي هلأ ولا لا؟ رح أرفع. يا سلام، 1-0 لنانديني وكونال. دقي كفك. إيه. نانديني، شفتي لي مولي شي؟ تعبت وأنا عم دور عليها، وين بدها تكون راحت يا ترى؟ هذي غلاظة كونال. بعرف إنه مو لابق لي، رح غيره وارجع. أوك! طالعة بتاخدي العقل؟ أوعك، ممنوع تغيري. ربي يحفظك ويحميك من العين. طالعة بتجنني تيتا. وانت لو سمحت عم تخجلني بعيونك. براميلا؟ نعم. مبينة مولي مبسوطة؟ يعني أنا كان قصدي الشيء اللي بدي اياه انه مولي تنبسط كثير. هي مبسوطه مو هيك؟ ايه مدام مبسوطه وطاير عقلها. بس انتي بتعرفي شو حكيت وشو قالت عن اللي عملتي؟ لا، بياخد العقل. ايه مثل ما عم قلكم، نانديني هي اللي زبطت كل شيء. ليكوا اطلعوا، كل هالزينه والديكور والاكل عملتهم لحالها بيوم واحد، قصدي خلال ساعتين بس، مو شيء عظيم؟ يا سلام، حلو. كتير حلو، بجنن. ما تخجلوا، البيت بيتكم. مرحبا أختي. أنتي بتضلي رافعتي لنا راسنا. كيفك؟ مشتاق لك كثير. مرحبا ماما. عن جد اشتقت لك. صح، وينه بابا؟ حبيبتي ستك مرضانة شوي لهيك اضطر إنه يروح لعندها. إيه، وكمان انقهر كثير، كان عم يقول إنه هاليوم مهم كثير إلك، ورح تزعلي إذا ما إجا، بس بتعرفي؟ كان عم يقول إنك رافعتي له راسه قدام كل الناس. ليش أنا شو عملت يعني؟ كل اللي وصلت له بسببه هو، لولا تعبكن علي يا أمي ما كنت بعمري وصلت لهالمرحلة. خالتي؟ مرحبا خالتي مايانك، كبران كتير وحليان. أوه، ما عم صدق عيوني، شو هالمفاجأة هاي؟ نانديني كيفك؟ شو أخبارك؟ شو عم تعملي هون؟ لحظة بس. ايه شكراً، يسلموا. خالتي تفضلي. ما بدي يسلموا. طيبين، دوقيهم شوي وبرجع. نانديني أنا عن جد كتير انبسطت بشوفتك. داي، شو عم تعمل نانديني هون؟ وليش هي اللي عم بتقدم الأكل؟ لتكوني رجعتي تحكي معها مثل قبل. ماما لو سمحتي اهدي، هي عم تقدم الأكل لأنه هي اللي حضرته كله. نانديني عايشة عندي وهي انفصلت عن راجديب. نانديني تخانقت معه وتركته. شو عم تحكي؟ هي انفصلت عن راجديب؟ يعني هلأ جايبتيها لتعيش عندك بهالبساطة؟ ماما لو سمحتي روقي، نحن مبسوطين فيها، أنت ما تتدخلي أبدا. نسيتي هداك اليوم لما فضلت عليكي راجديب وتركتك وراحت؟ ليش جايبتيها على بيتك؟ احكي، ساعدي أخوكي أحسن. ماما هلأ الوضع تغير عن أول وما لها حدا غيرنا. أنتي ليش ما عم تفهمي علي يا بنتي؟
معقول هيك وحدة تفكري فيها وأخوكي لا؟ أمي بترجاكي ما تقولي أو تعملي أي شيء اليوم، لأنه رح نتخانق إجباري. ما تجربي تهيني ناندينة أو تعملي شيء مشكلة معها، هي بتضل رفيقتي وماني حابة أسمع كلمة عنها. أهلين خالتي، لازمك شيء؟ بدك جبنة ولا تورتيلا؟ ما بدي شيء. هالبيت هاد بيت بنتي، وما في داعي تعذبي حالك، مالي ضيفتك، ولا تفكري حالك إنه أنت ست البيت. صح. شو رجعك لحياتها مرة تانية؟ مرت سنين طويلة، متذكرة مو هيك؟ أنت فضلتي راجديب عليها وتركتيها تتعذب، نسيتي كيف كانت حالتها؟ وهلأ شو؟ شو عم تعملي؟ ليش جاية لعندها؟ بنتي مولي طيبة كتير، بينضحك عليها بكلمتين حلوين صح؟ بس إذا بتحاولي تأذيها هالمرة رح تدفعي ثمن غالي كتير. خالتي أنا ما بقدر أأذي مولي. سيداتي سادتي، شكراً لجيتكن. نحن ما اجتمعنا بهاليوم كرمال مرتي حبيبتي أبداً. مولي حبيبتي لا تزعلي، أنت زوجة وبنت وصديقة وكنة وشريكة مثالية، ما منختلف. بس يلي بيستحق هذا الاحتفال بمحبة وصدق، وطبعاً زيادة على كل اللي ذكرته وقلته، إنه هي طبيبة ناجحة كتير بشغلة وحاضرة دائماً لتساعد مريضاتها، وهي إنسانة بتستاهل تكون كمان سفيرة للنوايا الحسنة. ما بتتعب أبداً. يا جماعة هالاحتفال هو على شرف هالست يلي بشوفها كل يوم وبتطلع فيها وبكون فخور فيها كتير، وهالإنسانة ما بتكون إلا الدكتورة مولي ملهودرا. واو. شكرا. بحبك كتير. أكيد أنا عاملة شي منيح بحياتي لحتى إجاني صهر مثل ابنك كونال. إيه وبيقولوا إنه الولد بيتوفق من ورا دعاوي أهله، لهيك مولي كانت محظوظة بزواجها، صحيح؟ إيه، وأنا كمان عاملة شغلات منيحة لأنه مولي تزوجت من ابني. صدقيني هالبنت بتنحب كتير، وعلى فكرة كل الفضل بيرجع إليك ولتربيتك. إيه مزبوط. يا جماعة لسه أنا ما خلصت كلامي، حابب أرجع أحكي عن شخص تاني، بس خلوني دور على هالشخص. نانديني، تعي لهون لو سمحتي. قربي بنتي. يلا نانديني. يلا تعي حبيبتي. بعرفكن على نانديني. هالأكل الطيب اللي حدوقوه بالحفلة، وكل هالديكور اللي عجبكن ومدحتوا فيه، وفوقن الحلو اللي حدوقوه بعد شوي، كلياتن من تحضير نانديني. حلو. كل اليوم بقيت عم تشتغل، نزلت على السوق واشترت اغراض بنفسها وزبطت البيت كله وحضرت اطيب اكل بالمطبخ ولحالها، بس لانه اليوم عنا حفله بتخص رفيقتها مولي. كونال حباب لدرجه انه بيمدح بكل العالم زياده، مو هيك؟ شوفي. ونانديني بتستاهل مدح كمان. شوفي قديش شاطره. شكرا نانديني. لولا وجودك معنا اليوم ما كنا شفنا هذا الجمال، ولو انت ما كنت رفيقة مولي
ما كنا نحظينا بوجودك هون، لهيك بدي تسمحوا لي بهالمناسبة إني حيي صداقتكم ومواهبكم. تعرفوا شو؟ اثنيناتكم عن جد قدوة للستات اللي بيشتغلوا، بس ما حدا بيقدر جهودهم يلي بيبذلوها بدون مقابل، ويلي بيضلوا محبوسين جوات أربع حيطان كرمال يطبخوا وينظفوا البيت ويعتنوا فيه، وما بيرتاحوا لحتى يعملوا واجباتهم. وصدقوني انتو التنتين بتاخدوا العقل، لأنه مو ناقصكن شي. وبالآخر شو بيطلع لكم؟ حفلة صغيرة وعديّة وكلمتين وخلاص، هي هي. سيداتي سادتي، لو سمحتوا سفقوا بقوة لهدول التنتين القدوة. صحة اختي مولي واختي نانديني، احلى اخوان. صحتكم. صحة. وهلا اجا وقت الموسيقى. مولي هلا فرحانة ومبسوطة كتير كتير، لأنه هي شايفة كونال مبسوط ومع رفيقتها الغالية. أنا آسف على الإزعاج، عن جد من قلبي بعتذر، ما فيني شوف حدا مبسوط كتير، ما فيني، عن جد صارت عندي عادة. شو ساوي؟ تسعة.
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.